السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميل اسمه موقع جوجل للفنون والثقافة، في معلومات كتير جدا عن دول العالم. قلت طب ما نشوف غزة، نعرف ايه حكاية غزة ونعرف ايه الموقع الجغرافي والتاريخي والسياسي لقطاع غزة. قطاع غزة من اقدم المدن على مستوى العالم، لان هو موجود في رسائل تحتمس الثالث، موجود في رسائل تل العمارنة، وكان هو عبارة عن ميناء نتيجة الموقع الجميل جدا بتاعه. فكان الناس اللي عايزه تتاجر مع اوروبا مع اسيا مع افريقيا بيروحوا لميناء غزه، وكان هو بيعدي عليه طريق اسمه طريق حورس. وفي المكان دوت عملوا لقوا في تله، فالتله دي عملوا فيها قلعه بحيث ان هم يبقوا كاشفين المكان ويقدروا يدافعوا عن المكان. طيب نبدا نشوف مع بعض. دي الخرائط، كل الخرائط القديمه بتقول ان اسمها كان فلسطين وسيظل فلسطين. فهو قطاع غزة يبلغ طوله 40 كيلومتر، وتحده من الجنوب مصر ومن الشرق دولة الاحتلال، وشواطه الغربية فتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. زي ما قلنا كل الخرائط القديمة بتقول إن اسمها فلسطين وغزة. طيب بيقول لك قطاع غزة بيحتل المكان. You know, Gaza is a very small, I mean, area in size. It's only 300 and... بيحتل مركز ثالث بين جميع الكيانات في العالم من حيث الكثافة السكانية، وكل قرية في غزة بتستضيف بضع مخيمات للاجئين يعيش فيها الفلسطينيون اللي اتشردوا من أيام الاحتلال. طبعا احنا اتكلمنا عن غلاف غزة احتلال، اسمها ما اسمهاش مستوطنات، ده مغتصبات. So there is a competition over resources, lack of jobs. The vast majority of people in Gaza today are jobless. So the space, the architecture of Gaza has changed. It looks like a concrete jungle today. In the past, I remember even 20 years ago, I would see more gardens, I would see more orca. زمان كان في حدائق أكتر، لكن نتيجة إن الاحتلال مقيد المساحة فده عامل مشكلة كبيرة جدا. ولازم ترتفع، لازم يبقى في ارتفاع، ما تنفعش تبني مباني دورين او ثلاثه، وفي نفس الوقت ما ينفعش تبني اكتر من 6 ادوار، لان لو بنيت اكتر من 6 ادوار وحصل انقطاع للكهرباء فكده الاسانسيرات كلها اتعطلت واضطر الناس تطلع على اقدامها. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا نخلي بالنا واحنا بنتكلم في اعاده الاعمار. طيب جباليا تقع في الشرق وهي قريه تاريخيه مسيحيه، وقد حول الاسكندر الاكبر بتاع غزه 3 مرات عن طريق جباليا. من الحاجات الغريبة في تاريخ غزة انها تصمد امام الاحتلال بشكل غريب جدا. تلاقي مثلا اسكندر الاكبر حاول ان هو يحتل 3 مرات، تلاقي في العهد القديم ناس كتيرة بتحاول انها تحتلها مش قادرين، ويكتبوا كده يعني، حتى يعني يقول لك ان مملكة سليمان وقفت عند الحدود بتاعتها، يقول لك ان فتى موسى ما عرفش يدخلها. لذلك هتلاقي في العهد القديم كاتبين كذبا لعنات لان هم ما كانواش عارفين ان هم يدخلوها. مدينة غزة، القطاع كله بينسب لمدينة غزة، ومن المرجح ان الكنعانيين هم اللي اطلقوا على غزة اسمها ده، واسمها معناه القوة، والمصريين سموها غزاته. تمام، غزاته دي برضو من اقدم الخرائط، خريطة مدوى، ودي فسفاء وسيفساء أرضية من القرن السادس بتصور الأرض المقدسة، وبيشاوروا على مدينة غزة إنها سابع أقدم مدينة في العالم. دي مدينة، دي آثار التاريخ والدمار في مدينة غزة. كانت الأسوار الحجرية بتحب العديد من المدن العربية القديمة عشان تحميها، لكن للأسف يعني الصواريخ بتنزل من فوق. طبعا في اتأثرت بحروب كتيرة جدا غزة. دير البلح دي من جنوبي مدينة غزة، كانت قاعدة متقدمة في أيام مصر القديمة، وأصبحت لاحقا مدينة متنازع بها بين الصليبيين والمملكة الأيوبية، كانت مشهورة بالقديس جرجس وقال نومة فيها. خان يونس أقصى الجنوب، وكلمة خان معناها استراحة، عندنا في مصر خان الخليلي وكذا خان موجودين مشهورين في مصر، أساس إن المسافرين التجار الحجاج يبدأوا إن هما يستريحوا فيها. زي ما اتفقنا كل الخرايط بتقول إن اسمها فلسطين واسمها غزة. عندنا مدينة رفح،
طبعا في الفترة اللي هي المتنازع فيها آثار 1967 سنة 1982 قسموا رفح لجزئين، جزء تابع لمصر وجزء التاني لفلسطين. فاحنا بينا دم ونسب بين إخواننا في غزة. طيب دي من ضمن المشاكل الكتيرة جدا موضوع الحدود، لأن لازم حتى لو أنت بتعدي من فلسطين لمصر لازم تاخد تصريح من الكيان، ودي حاجة مش مفهومة خالص. يعني إيه اللي يخليه حتى الحاجة لما بتيجي تدخل وتخرج لازم الكيان يوافق عليها؟ يعني انه يسافر واحد من غزه معاناه وانه يرجع لغزه معاناه اخرى. وانا اذكر اني لما انهيت رساله الماجستير وجيت ارجع لغزه اضطريت اني اقعد في مصر شهر كامل. دي ناس كتيرة بتشتكي انها بتقعد فترة طويلة جدا على المعبر سواء دخول parents, for example, وطبعا غزة هي اساسي في الحروب مع الكيان. 67 هتلاقي الحدود اتغيرت، في 73 82 حاجات كتيرة جدا عدت طبعا على غزة نتيجة الموقع. في دمار كبير للمواقع الأثرية أسرع من الفترة اللي بيقضوها عشان يعملوا لها ترميم، بالذات في الحرب الأخيرة. في مسجد، المسجد العمري ده كان من أيام سيدنا عمر بن الخطاب، ودي مشكلة برضه تانية. العاملين في مجال التراث، العاملين في مجال في البلدية، العاملين في المجال الطبي، كل دول مش قادرين ياخدوا المرتبات بتاعتهم، ولا قادرين يوصلوا من الموارد المالية ولا التعليمية ولا الأدوات المادية عشان القيود اللي موجودة. موضوع الهجرة برضو فيها مشاكل كتيرة وتضييقات كبيرة جدا، وطبعا صعب جدا ان انت تسافر سواء للعلاج سواء لأي حاجة. الموضوع ده بيوصف ذكرياته في غزة سنة 1965 و66. الاعداد المقال الجميل دوت لينا غنام، كل الشكر ليها. ودي نظرة سريعة على قصة غزة، اتمنى تعجبكم ان شاء الله. هسيب لكم الرابط عشان تستمتعوا بيها ان شاء الله.